السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسميد الأغنام من الألف إلى الياء. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الطريقة الصحيحة لبداية مشروع الأغنام. الحمد لله يعني لاحظت فيه إقبال جامد على الفيديو، يعني في ناس كتيرة مستفيدة ما شاء الله، فإن شاء الله هنكمل مع بعض السلسلة. وإن كانت الفيديو برضك بتاع النهاردة عامله قبل كده، بس هنعمله بطريقة تانية، لان انا كنت عامله في اول القناة، وكان الفيديو كنت عامله كله حلقة واحدة، فاختصرت على قد ما اقدر، بس ما قدرتش انقص عن نص ساعة. فالنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن قلنا موضوع مهم جدا، وهو الاعلاف، وازاي تعمل علف بأعلى نسبة بروتين واقل سعر ممكن. طبعا الفيديو ده فيديو الاعلاف، هنقسمه النهاردة، مش هنروح على حلقة واحدة انه يبقى طويل جدا، هنقسمه على 3 فيديوهات. الفيديو الاول النهاردة هنتكلم عن مكونات العلف، والفيديو الثاني ازاي تعمل العلفة باعلى نسبة بروتين مع الحفاظ على سعر منخفض، يعني باقل سعر ممكن. والحلقة الثالثة بعد ما عملت العلف، ازاي تعرف العلف بتاعك كويس ولا لا بدون ما تودي معامل تحلل ولا غيره، ازاي تعرف العلف بتاعك كويس ولا لا. طبعا العلف معروف دورة التسمين، بعد ما بتشتري الغنم، بعد شراء الغنم اكتر من 80% من المصروفات، بعد شراء الاغنام اكتر من 80% من المصروفات بتروح في العلف. فلازم تعرف العلف كويس وتعرف ازاي تعمل العلف بتاعك بنفسك. انا ضد انك تشتري علف جاهز نهائي نهائي، صنع علفك بإيدك، صنع علفك بنفسك، اعرف بديل كل عنصر. اسمع الثلاث فيديوهات دول ضروري عشان تعرف تعمل العلفة بتاعتك بنفسك. هوضح لك مثال بسيط. لو انت عامل دورة تسمين بسيطة 20 خروف، 20 خروف بياكل لمدة 100 يوم، عامل دورة تسمين بسيطة 20 خروف لمدة 100 يوم، هياكل الخروف بمعدل تقريبا 100 كيلو في الدورة، يعني 20 خروف هياكلوا 2 طن، 2000 كيلو. 2000 كيلو لو انت وفرت جني في الكيلو في العلفة بتاعتك مع الحفاظ على نسبة البروتين بتاعتها. طبعا ما ازاي تعمل علفة بأعلى نسبة بروتين واقل سعر ممكن. ممكن تبقى في علفتين، دي 18% ودي 18%، دي بخمسة جنيه ودي باربعة جنيه، في جنيه فرق رغم ان الاتنين نفس البروتين. دي راجعة لشطارتك في تكوين العلف. اسمع التلات فيديوهات ان شاء الله عشان تعرف تكون العلف بعد نسبة بروتين. التلات فيديوهات بأقل سعر، بأعلى نسبة بروتين وأقل سعر ممكن. فقلنا لو وفرت جني في الكيلو، الدورة ال 20 خروف هتاكل 2 طن، 2 طن يعني 2000 كيلو، يعني بعد 100 يوم وفرت 2000 جنيه، 2000 جنيه دول هيروحوا فين؟ هيروحوا فين؟ هيروحوا في المكسب، يبقى أنت كده ضفت للمكسب 2000 جنيه. طبعًا لما نقوله كل حاجة بنحافظ عليها بأعلى جودة، وتحط وراها 100 خط بأقل سعر ممكن، بأقل سعر ممكن. انت داخل مشروع يعني عاوز أرباح، يعني عاوز أقل تكاليف ممكن، فما ينفعش انت تدخل مشروع ممكن تجيب علفة ممتازة جاهزة. في علفات كتيرة جاهزة، انا بقولش في علفات جاهزة وحشة، كل علفات جاهزة، في علفات كتيرة جاهزة ممتازة، بس سعرها على الأقل في 1000 جنيه، في جنيه زيادة في الكيلو عن لو انت خلطت العلفة بإيدك. المهم عشان ما اطولش عليكم، النهارده ان شاء الله هنتكلم عن فيديو النهارده قلنا مكونات العلف. مكونات العلف لازم تعرف العلف بيتكون من ايه، وايه العناصر الداخله في كل مكون. اي علف ما بيخلاش بره 3 مكونات اساسيه، قالوا قلنا اربع مكونات اساسيه، وهي رقم 1 مصادر النشويات، النشويات او الكربوهيدرات، رقم 2 البروتين، رقم 3 الالياف، رقم 4 الاضافات اللي هي شامله البريميكس والفيتامينات والاملاح والخميره وغيره. رقم 1 النشويات والكربوهيدرات، لازم تعرف ايه هي النشويات وايه الكربوهيدرات وايه فايدتها وايه العناصر الموجوده فيها. النشويات او الكربوهيدرات تعتبر هي الطاقه اللي الحيوان بيحرقها عشان يعمل جميع العمليات الحيويه، يعني عشان يعيش، الوقود المحرك للحيوان اللي هي ايه، اللي هي الطاقه، يعتبر البنزين اللي بيمشي بيه الحيوان، الطاقة اللي بيستخدمها في عمليات الهدم، عمليات البناء، الحركة، التكاثر، كل ده لازم من وقود. بناء العضلات بيحتاج لوقود اللي هو بيحتاج لطاقة، فكل ده موجود في النشويات أو الكربوهيدرات. طب أكتر عناصر متوفر فيها إيه؟
اكتر عناصر متوفر فيها رقم واحد الذره بانواعها، سواء ذره بيضاء، ذره صفراء، ذره شامي اللي هي الذره العوجه اللي هي الذره الرفيعه، الذره الرفيعه، الشعير، القمح، العيش اللي هو الخبز، دي كلها تعتبر مصادر نشويات. دي يعتبر اهم. طبعا في حاجات تانية موجود يعني تانية اللي هي زي الرجيعه. الرجيعه دي عباره عن اللي هو رجيع الكون، عباره عن ناتج من تبييض الرز. الرز لما يدخل مكان التبييض بيتبيض الرز، بيطلع منه مخلفات فيها قشره وفيها نسبه حت ناعم، حت ابيض زي البودره من الرز، ناتج من الرز. دي اسمها رجيعه، دي فيها طاقه عاليه برضك، مصدر من مصادر الطاقه. دول يعتبر هنقوله اهم اربع مناظر. لو كانت الرجيعه طبعا بتستخدم للبهائم الحلابه اللي هي الابقار الحلابه، فاحنا بنتكلم في موضوع الاغنام فهنستثني الرجيعه، هنخلينا في الذره والقمح والشعير والخبز اللي هو العيش. دول يعتبروا اهم اربع عناصر مصدر نشويات، مصادر الكربوهيدرات. نسبه الكربوهيدرات قد ايه في العلف؟ نسبه الكربوهيدرات في العلف، نسبه الاربع عناصر من 50 ل 60، ممكن توصل ل 70%. من 50 نقوله ل 70%، 50 ل 70% مكونه من الاربع عناصر دول. امتى هنستخدم اي واحده منهم؟ ده هنتكلم عنها في الفيديو الثاني ان شاء الله باذن الله. رقم 2 مصادر اول حاجه من النشويات والكربوهيدرات. رقم 2 البروتين. البروتين هو المكون الاساسي للعضلات، اللي هو المكون الاساسي للحم، وده اللي احنا هنتحكي فيه. احنا مش دراسه اكاديميه، احنا معلومات لفلاح بسيط، مربي بسيط، يعرف يعمل العلفه بتاعته بنفسه. يعني ده العنصر الاساسي اللي هنستخدمه، اللي على ضوءه هنحدد العلفه بتاعتنا اللي احنا عاوزينها. هنستخدم يعني هنبقى هدفنا الاساسي نسبه البروتين، وراها تقريبا بيجي كل حاجه تلقائي. بمجرد ما حصلت على نسبه البروتين مظبوطه، الباقي ان شاء الله بيجي مظبوط، الطاقه بتيجي مظبوطه، والالياف هنقول لك برضك لو الالياف فيها مشكله هنقول لك ايه علامتها في وقتها ان شاء الله باذن الله. فكل حاجه احنا اهم عنصر عندنا نسبه البروتين، هو الحاجه الاساسيه اللي بتحدد سعر العلفه. العلفه لو تجيب علفه فراخ او اي علفه جاهزه، رقم واحد اللي بيحدد السعر نسبه البروتين. ما بيكلمكش عن الطاقه، ما بيكلمكش عن اي حاجه، بيكلمك يعني رقم واحد بيكلمك على نسبه البروتين. تلاقي مكتوب على الشكر نسبه البروتين كذا، بتلاقي السعر كل ما تزيد نسبه البروتين نفس الشركه كل ما يزيد السعر. فاحنا هدفنا هيكون نسبه البروتين. فمصادر البروتين قلنا البروتين هو المكون الاساسي للحم. في نقطه نسيتها قبل ما نخش في مصادر البروتين، لو انا حطيت، نرجع بس النشويات اللي هي الكربوهيدرات، لو انا زودت الكربوهيدرات في العلف ايه اللي هيحصل؟ الزياده في الكربوهيدرات في العلف، زياده في مصادر النشويات، بيتراكم بيتخزن في الجسم على هيئه دهون اللي هي بتعمل دهنه. زياده الكربوهيدرات، عشان احنا ما اتكلمناش عنها عشان ماشيين مظبوط، بس هنرجع دقيقه ورا. زياده الكربوهيدرات في العلف بتعمل ايه؟ الزياده عن الاحتياج اليومي للخروف او للحيوان بيتراكم بيتخزن في الجسم على هيئه دهون، في الكليه، تحت الجلد، في الكبد، كل ده بيتخزن، بتبقى مصادر، بيبقى مصدر وقود احتياطي. طبعا ده غير مرغوب، لانك انت لو زودت النشويات زياده عن اللزوم، الناس اللي بتعلف خبز زياده عن اللزوم، ذره زياده عن اللزوم، بتلاحظ لما بتذبح بتلاقي الغنم كلها دهنه من جوه، يعني مدي طاقه، مدي نشويات زياده عن اللزوم. طيب يبقى احنا قلنا نسبتها من 50 ل 70%، ما تزودش عن كده. وطبعا في نقط، يعني في حاجات تحفظات عليها، يعني مش متستخدمش ذره بس او عيش بس ال 50 او 70%، يعني مش تيجي تستخدم 70% ذره بس. هنتكلم عنها قلنا لما نيجي نكون العلفه، لما نيجي نكون العلفه. فاحنا خلينا واحده واحده عشان ما نلخبطوش ويوسع مننا الفيديو. قلنا من 50 ل 70% نشويات، الزياده عن حاجه الحيوان بتتحول الى دهون بيخزنها الجسم على هيئه دهون. طيب قلنا البروتين اتكلمنا عنه، وقلنا اهم المصادر اللي فيها البروتين. البقوليات بانواعها، بقوليات بانواعها، يعني فول، حمص، عدس، طبعا انا هتكلم عنهم ولكن في تحفظات على بعض العناصر. فول، حمص، عدس، بازلاء، بازلاء، فاصوليا. الفاصوليا دي حط تحتها متخط لان هنتكلم عنها بعدين، مشكلتها بتعمل مشاكل، بتعمل اسهالات في الغنم، لكن معلومه سريعه، ابعد عن الفاصوليا مع الغنم.
كده اتكلمنا عن البقوليات، قلنا بانواعها. رقم 2 الاكساب. ايه معنى كلمه كسب؟ عشان في ناس هنا في مصر ما يعرفوش معنى كلمه كسب، او بمعنى صح في علف معمول اسمه كسب، فالناس لما يقول كلمه كسب يحسبوه هو يقصد على ده. لا، كلمه كسب معناها اي حب بيتعصر بيستخلص منه زيت، التفل المتبقي هو ده اللي اسمه كسب. يعني فول الصويا بيستخرجوا منه زيت الصويا، فول الصويا الحب بيتعصر يطلع يستخرجوا منه زيت الصويا، التفل المتبقي ده اسمه كسب صويا. كسب الصويا 44-48% بروتين. السمسم لما بيتعصر يطلع منه زيت السمسم، التفل المتبقي بيبقى هو ده كسب السمسم، نسبة البروتين فيه حوالي 40%. هنتكلم طبعا بعد كده في تكوين العلف، هنعمل لك هنكتبهم لك بالكامل نسب البروتين اللي انت هتستخدمها ان شاء الله. قلنا كسب الفول، كسب الصويا، كسب السمسم، كسب القطن، بذرة القطن، كسب الكتان، دي الاكساب كلها. كسب عباد الشمس، ولو ان كان كلمة عباد الشمس طبعا احنا بنتكلم على اسم الدارج، اسمها زهرة الشمس وليست عباد الشمس، بس احنا بنقول اسم الدارج عشان الناس اللي مش عارفاه غير بالاسم ده. زهرة الشمس، دوار الشمس، كسب دوار الشمس، كل دي اكساب وفيها نسبة بروتين بتبقى عالية. افضلها 2 كسب السمسم، افضلها رقم 1 كسب فول الصويا، رقم 2 كسب السمسم. هنتكلم عنه النسب بتاعتهم. طب قد ايه كده؟ اتكلمنا عن مصادر البروتين، البقوليات بانواعها سواء فول، حمص، عدس، بسله، فاصوليا. الجزء الثاني الاكساب بانواعها، كسب السمسم، كسب الصويا، كسب القطن، كسب الكتان، كسب دوار الشمس، دي كلها مصادر البروتين. نسبتها في العلفة، نسبتها في العلفة من 10 الى توصل ل 30%، توصل ل 30-35%، دي نسبة مصدر بروتين في العلفة. طيب الزيادة في البروتين، لو انا زودت عندي مصدر بروتين رخيص خالص متوفر وزودت زيادة عن اللزوم، زودت زيادة عن اللزوم، زيادة البروتين لفترة طويلة بتعمل مشاكل في الكبد، بتدمر الكبد. زيادة البروتين مش وجبة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اسبوع، بتزود نسبة البروتين لفترة طويلة، شهر مثلا، ممكن تسبب دمار للكبد. الكبد هضم البروتين بينتج عنه سم اسمه سم الانادول، السم ده المسؤول عن تنقيته هو الكبد. فانت طول ما هو بياكل بروتين، بروتين على طول، بروتين كمية زيادة عن اللزوم، بيحصل ضغط على الكبد، الكبد بينهار، بيحصل فشل في وظائف الكبد، بيموت الحيوان لو انت غزيت على نسبة بروتين عالية. طبعا نسبة بروتين عالية قد ايه؟ في الحيوان الصغير ممكن توصل ل 25% اللي هو لسه مفطوم او لسه بيرضع، ممكن توصل ل 25%، الكبير 15% ممتاز، ده في حالة التسمين كده. ده مصدر البروتين، خلصنا كده مصادر البروتين. اخر مصدر من العلف وهي الالياف، اخر مكون من مكونات العلف اللي هو الالياف. لا لسه في مكون تاني بعدي، المكون الثالث الالياف. الالياف تعتبر هي المساعد في عملية الهضم، المادة المساعدة، عامل مساعد في عملية الهضم. يعني هو ما فيهوش فايدة زي الأتباء، هي طبعا الألياف تشمل جميع الأتباء، تبن القمح اللي هو التبن الأبيض، أو تبن الشعير اللي هو التبن الأبيض، تبن البرسيم، وهنوضح كلمة تبن البرسيم لأن في ناس بتختلف معاها، مع الدريس المجفف اللي هو البرسيم الناشف، برسيم بتجففه وتفرمه بيبقى على شكل تب، لا ده اسمه تبن الدريس او دريس مفروم. اما تبن البرسيم كلمة اتبان معناها اي نبتة اخدت منها الحبوب بتاعتها، يعني القمح الشعير خدت منه حبوب القمح وحبوب الشعير وفرمت الباقي، ده تبن القمح وتبن الشعير. تبن البرسيم، البرسيم كبر وطلعت منه التقاوي، طلعت منه حبوب البرسيم التقاوي اللي هتزرعها، اللي بيقعد ده بيتفرم، ده تبن البرسيم، بيتسمى تبن احمر كمان، ناس بتسميه تبن احمر في مصر وناس بتسميه تبن رباية، هو ده تبن البرسيم. اما البرسيم المجفف وتفرمه ده اسمه دريس مفروم، برسيم بدون ما تطلع منه اي حبوب، بدون ما تطلع منه التقاوي بتاعه. فالاتبان بانواع، تبن ابيض اللي هو تبن القمح، تبن الشعير، تبن احمر، تبن البرسيم، تبن الفاصوليا، تبن الفول، عرش السوداني، كل دي مصادر اتبان. قش الرز برضك دي من مصادر الاتبان. افضلهم افضل الاتبان دي كلها يعتبر طبعا قلنا الدريس، اخر حاجه الدريس اللي هو البرسيم المجفف، ده افضلهم لاني يعتبر مصدر بروتين و
مصدر الياف في نفس الوقت. في نسبه بروتين من 11 12 توصل ل 15 توصل ل 18 في الدريس الحجازي، في نسبه بروتين ممتازه. يعني لو انا استخدمت مصدر الالياف ده مع العلف المركز ممكن نخفض من كميه العلف المركز في حاله الدريس فقط، غير كده باقي الاتبان كلها لا، مش محتاج اني نخفض نسبه البروتين، مش محتاج ان نخفض كميه العلف، قصدي الاتبان الباقي كلها تستخدم نسبه العلف كميه العلف المظبوطه. اما لو استخدمت الدريس كماده ملأة، طبعا الالياف دي بيطلق عليها اسم الماده الملأة، الالياف دي كلها بتطلق على اسم الماده الملأة. من ضمن مصادر الالياف اللي هي القشور بانواعها، اللي هو قشر الفول، قشر الفول البلدي او قشر فول الصويا، في حاجه اسمها سرسه في مصر هنا اللي هو قشر الرز الناتج لقشر الرز، بتبيض الرز بتطلع منه قشره دي اسمها هنا بيقولوا عليها سرسه، هي قشر الرز يعتبر مصدر الياف. في حاجه اسمها في مصر برضك الاكلونه، او اللي هي القشر بتاع حبه القمح، القشره المغلفه لحبات القمح دي برضك مصادر الياف من ضمن القشور. يعني دي كلها قشور بتستخدم، قشر الترمس، قشر الحمص، دي كلها قشور تعتبر مصدر من مصادر الالياف. كده خلصنا ثلاث مكونات اساسيه، والرابع هو الاضافات. الاضافات ممكن نعمله حلقه عنها لوحديها، عشان كده الفيديو هيطول كتير، انا مش عايز اطول الفيديو عن ربع ساعه بس، انا كده 16 دقيقه. الاضافات تعتبر الماده المساعده لجميع العمليات الحيويه، يعني بتساعد عمليات، بتساعد عناصر، بتساعد في هضم عناصر تانية، زي الحديد، زي مثلا الفوسفور بيساعد في هضم وامتصاص فيتامين زي مثلا فيتامين بي بيساعد في هضم وامتصاص الفوسفور من العلف، من الاعلاف، الفوسفور غير متاح يعني. وعناصر كتير بتستخدم بتساعد في امتصاص عناصر تانية، او بتساعد في هضم، زي مثلا نقوله فيتامين الف بيساعد في عمليات الهضم، فاتح للشهية، منشط عام، كلها يعني خلاصة الاضافات في كلمتين، بتساعد بتحافظ على نشاط وصحة الحيوان، النشاط العام وصحة الحيوان، بتساعد في عملية الهضم، بتحافظ على نشاط، فاتح شهية، دي عبارة عن الفيتامينات والاملاح. نقصها بيسبب مشاكل كتير، يعني مش العلفة فقط لا غير، لازم الاضافات دي. مش معنى كده انك لازم تحط الاضافات، قصدي انما هي لو علفتك ناقصة لعناصر معينة بتحط الاضافات اللي الغنم محتاجها، والاضافات ليها كميات معينة بتنحط بشكل عام على العلف، بتبقى بحيث تتجنب حدوث نقص اي عنصر من العناصر. كده دي يعتبر النهاردة خلصنا ثلاث الاربع مكونات الاساسية للاعلاف، وهنتكلم في فيديو مخصوص عن المكون الاخير ده اللي هو الاضافات، عشان في بعض التفصيلات مهمة لازم تعرف احتياجات كل حيوان في كل وقت بيحتاج، في كل وقت بتحتاج الام نفسها، سواء مثلا النعجة او المعزة، مو كل وقت فاضية، غير عشار، غير عشر كبير، غير والدة، في كل وقت بتحتاج عناصر معينة. فانت لو القطيع موحد عندك بتركز على الاضافات ديت في العلف على كل وقت معين للام، في كل حالة من حالتها، اذا كانت فاضية، اذا كانت عشار، اذا كانت والدة. فانا طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، وما تنساش الفيديوين التانيين التلاتة مرتبطين ببعض، عشان تعرف تكون علفة مظبوطة باقل سعر ممكن وأعلى نسبة بروتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.